بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة الثالثة. نستأنف مع الصفحة رقم 132. نو كونتينيو افيك لا باج 132. En haut de la page, comme nous le voyons, on a lire un document. قراءة وثيقة. J'observe l'image et je raconte le voyage d'une goutte d'eau. J'observe l'image. Voilà, c'est l'image. Et je raconte. وأنا أحكي. J'observe l'image. أنا أنظر الصورة. Et je raconte. ثم أنا أحكي. Le voyage. Voilà, le voyage. سفر. Le voyage, يعني السفر. Voyager, يعني سفر. Je voyage. أنا أسافر. Je voyage de casa à Tanger. أنا أسافر من الدار البيضاء إلى طنجة. Le voyage d'une goutte d'eau. D'une goutte d'eau. Regardez ici. Voilà, c'est une goutte d'eau. Voilà, c'est une goutte d'eau. Encore, regardez là. Voilà, c'est une goutte d'eau. إذا نتكلم عن قطرة ماء. J'observe l'image. Et je raconte le voyage d'une goutte d'eau. إذن أنا أنظر الصورة ثم أنا أحكي سفر قطرة الماء. J'observe l'image et je raconte le voyage d'une goutte d'eau. Nous allons raconter le voyage de la goutte d'eau à partir de l'eau de la mer. Bien sûr, les gouttes d'eau commencent leur voyage à partir de l'eau de la mer. Les gouttes d'eau commencent leur voyage à partir de l'eau de la mer. Ils forment ce qu'on appelle des nuages. Après, sous l'effet du froid, elles nous donnent ce qu'on appelle la pluie et la neige. Après, elles reviennent à la mer, à travers les rivières, les ruisseaux et par l'écoulement souterrain. فلنلاحظ مثلا الصورة التالية عندنا les océans, يعني المحيطات, ou bien l'eau de la mer. On a tout d'abord l'évaporation. Le verbe s'évaporer, يعني تبخر. إذن évaporation, المقصود به التبخر. إذن تبخر الماء, الماء أولا يتبخر. ثم يتبخر بطريقة أخرى. نتكلم عن evapotranspiration. نتكلم عن evapotranspiration. Evapotranspiration. هذه الكلمة مكونة من كلمتين. Evaporation. إذا نتكلم عن تبخر. ثم عندنا transpiration. Transpiration المقصود به ترشيح العرق مثلا من الجسم. ترشيح العرق مثلا من الجسم. سائلا ما يخرج عبر مسام. نتكلم عن transpiration. هنا طبعا هذه النباتات تتضمن مياه أكيد. النباتات مثل الإنسان أنها تتضمن سوائل، تتضمن مياه. طبعا النباتات تحت تأثير حرارة الشمس تماما مثل مياه البحر والمحيطات، يعني لا يمكن لها أن تتبخر بدون حرارة الشمس. أيضا هذه النباتات التي تتضمن سوائل ومياه لا يمكن أن تفقد مياهها بدون حرارة الشمس. إذن تحت تأثير حرارة الشمس هاد النباتات أيضا تفقد مياهها عبر ما نسميه evapotranspiration. ثم عندنا condensation المقصود به التكاتف. نتكلم عن قطرات دقيقة أن تكون بخار الماء. بخار الماء الذي يتبخر من المحيطات طبعا يصل إلى منطقة باردة فيقع تجميع لهذه القطرات فتصبح قطرات أكبر شيئا ما. ما نسميه condensation يعني تكاتف. ثم يصبح عندنا اوضو لاتموسفير، يصبح عندنا ماء في الجو. ماء في الجو طبعا هذه القطرات المكونه لهذا الماء في الجو تصبح ثقيله على الجو. لماذا؟ لانها تجمعت تحت تاثير البروده. ثم ايضا تحت تاثير البروده تعطينا امطار. اذا تعطينا بريسيبيتاسيون المقصود بها تساقطات. بريسيبيتاسيون تساقط المطر. ثم تحت تأثير البرودة تعطينا ما نسميه لانيج. هاد المياه تعطينا ما نسميه لانيج يعني التلج أو تلوج، أو تعطينا غلاسي يعني جليد. بعدها على قمم الجبال مثلا هاد التلوج وهاد الجليد طبعا أنه يذوب مع حرارة الشمس على طول الفصول المتتالية فيأتي عبر لي غيفيير أو بيان لي غويسو أو بيان لي غويسلي. لي غيفيير الأنهار، غويسلي كما نتكلم عن جداول
ومن كلمة ruissellement. ruissellement يعني كما نتكلم عن جريان الماء عبر هاد الجداول. إذا نتكلم عن ruissellement وبيان l'écoulement. وبيان l'écoulement. l'écoulement يعني جريان الماء. إذا نتكلم هنا عن ruissellement de l'eau وبيان l'écoulement de l'eau. إذا جريان الماء. طبعا تساقطت الأمطار نتكلم عن précipitation. l'écoulement وبيان ruissellement de l'eau. إذا نتكلم عن جريان الماء. Nous donne des milieux humides. يعطينا أماكن رطبة. إذا نتكلم عن أماكن رطبة. إذا نقول عن شيء بأنه humid يعني أنه رطب. إذا نتكلم عن l'humidité. l'humidité يعني الرطوبة. milieux humides. إذا نتكلم عن مناطق رطبة. ثم هناك للاك. هناك للاك. هناك البحيرات. للاك. البحيرات. ثم عندنا infiltration. تنعرف بأن الأرض فيه ثقوب كما نقول. أنه يسمح بتسرب المياه والسوائل إلى داخلها. تسمح بتسرب السوائل والمياه إلى داخلها. إذن هاد المياه تتسرب إلى باطن الأرض سواء عن طريق الأمطار أو عن طريق الأنهار. إذن عبر ما نسميه لانفيلتراسيون. لانفيلتراسيون. إذن نتكلم عن تصفية أو تسرب هاد المياه. إذن نتكلم عن لانفيلتراسيون. ثم أن هاد المياه الموجودة في باطن الأرض تعاود الظهور عبر ما نسميه غيزيورجونس. غيزيورجونس. غيزيورجونس المقصود بها المياه المتواجدة في باطن الأرض. غيزيورجونس المقصود بها أيضا عودة ظهور الشيء. عودة ظهور الشيء. ظهور الشيء من جديد. طبعا المياه هي كانت ظاهرة في الحقيقة هنا لكن تسربت كما قلنا إلى باطن الأرض ثم عاودت الظهور. إذا نتكلم عن غيزيورجونس. طبعا كلمة غيزيورجونس ممكن أن تعني المياه المتواجدة في باطن الأرض التي تخرج إلى الظاهر وممكن أن تعني عودة ظهور الشيء بعدما اختفى. إذن طبعا هذه المياه أيضا أن تعود للظهور بعدما اختفت في باطن الأرض. بعدما اختفت في باطن الأرض. ثم نتكلم عن أوسوتيغان. أوسوتيغان نتكلم عن لينابدو. إذن نتكلم عن فراش المياه. إذن بمعنى آخر نتكلم عن لينابدو. إذا نتكلم عن فراش مائية. نتكلم عن فراش مائية كما نتكلم عن بحيرات من الماء في باطن الأرض. في باطن الأرض عندما يتسرب الماء إلى باطن الأرض يكون لنا كما نقول بحيرات في باطن الأرض تسمى فراش مائية. إذا نسميها لينابدو. لينابدو. وبيا نتكلم عن أوسوتيغان. أوسوتيغان. إذا نتكلم عن مياه باطنية. مياه باطنية كما نقول هنا مياه تحت أرضية. سو يعني تحت. طيغان كما نتكلم عن الطيغة يعني الأرض. إذن أوسو طيغان. إذن نتكلم عن مياه تحت أرضية كما نقول. المقصود نتكلم عن مياه باطنية. ثم نتكلم عن ليكولمو سو طيغان. إذن جريان الماء تحت الأرض. إذا كانت هناك أنهار وجداول تجري فوق الأرض فهناك أيضا جداول وأنهار تجري تحت الأرض. إذا نتكلم عن إيكولمو سوتيغان. إذا نتكلم عن إيكولمو سوتيغان. إذا نتكلم عن جريان تحت أرضي. طبعا عبر الجداول وعبر الأنهار وتحت الأرض المياه تجري لتعود إلى هاد المحيطات ثم فتتبخر مرة أخرى. غيزيرفوار. غيزيرفوار. نتكلم عن خزان. بروسيسيو كما نتكلم عن مسلسل أو نتكلم عن مراحل. بروسيسيو كما نتكلم عن مراحل أو نتكلم عن مسلسل. نتكلم عن بروسيسيو دو برودكسيون. إذن مسلسل الإنتاج أن عندنا واحد الحاجة تتنتج هنا بواحد الشكل ثم تتزيد هنا تتطور ثم تتزيد هنا حتى تتكمل ديك الحاجة اللي غننتجوها. إذن نتكلم عن بروسيسيو. إذن هنا عندنا غيزيرفوار. نتكلم عن خزان. فالحقيقة إحنا عندنا مجموعة خزانات. عندنا خزان بحري ثم عندنا خزان في الجو ثم عندنا خزان على قمم الجبال. قلنا بخيس كاتخ غيزيرفوار. قلنا كاتخ غيزيرفوار. الحقيقة احنا عندنا تقريبا أربعة خزانات. أربعة خزانات ليزوسيون إلمير. إذا نتكلم عن المحيطات والبحار. قلنا دولو دون لاتموسفير. دون لاتموسفير. إذا عندنا الماء في الجو ثم عندنا ناج إغلاسي. إذا نتكلم عن ثلوج وجليد هذه أيضا
تعتبر خزان للمياه. تلوج والجليد أيضا تعتبر خزانا. ثم هناك المياه الباطنية تعتبر أيضا خزانا، بالإضافة للأنهار والجداول ثم للبحيرات إلى غير ذلك. إذن كما نلاحظ بأن لأهمية الماء أن الله سبحانه وتعالى أوجد للإنسان وللحيوان وللنبات إلى غير ذلك مجموعة خزانات لأهميتها كما قلنا. إذن إذا عقلنا على شي حاجة، طبعا إذا تذكرنا مجموعة معلومات أخرى فهذا جميل، فإن لم نتذكر فلنقتصر فقط على هذه المعلومات الموجودة عندنا هنا. إذن عندنا الماء لو سيفابو، إذا الماء يتبخر لو سيفابو، إذا الماء يتبخر نتكلم عن ليفابوغاسيون يعني التبخر. بيان سور لي غوت دو فورم سو كون ابل لي نواج، إذا قطرات الماء تكون ما نسميه غمام لي نواج. ابخي سو ليفي دي فخوا، بعدها تحت تأثير البرودة. ابخي سو ليفي دي فخوا إل دون سو كون ابل لابلوي، إذا تعطينا ما نسميه المطر. إل نو دون سو كون ابل لابلوي إلا نيج، وتعطينا الثلج. ثم طبعا عبر الأودية كما قلنا أن قطرة الماء تعود إلى البحر، تعود إلى البحر لتتبخر مرة أخرى وتستمر الدورة، لتتبخر مرة أخرى وتستمر الدورة. إذن كما قلنا pour deuxième paragraphe، بالنسبة للفقرة الثانية avec mes camarades، avec mes camarades مع رفقائي je réalise un panneau sur le cycle de l'eau. أنا أكون، كما نقول أنا أحقق، جو رياليز سلوفير رياليزي، أنك تنشئ شيئا وتحققه. جو رياليز أن بانو، أنا أحقق أو أنجز أن بانو لوحة. سيغ لو سيكل دولو، سيغ لو سيكل دولو، عن دورة الماء، عن دورة الماء. لو سيكل يعني دورة أو حلقة تسمى سيكل. إذا نتكلم عن حلقة الماء أو دورة الماء، نقول عن شيء ما، عمل أو أي شيء حادث مثلا يقع كل مرة، نقول عنه بأنه سيكليك، بأنه دوري، يعني أنه يدور كل مرة، المقصود أنه يعود في كل مرة. إذا نقول عنه بأنه سيكليك، سيكليك يعني كلمة سيكليك هذه وصف استنى ادجكتيف. هنا عندنا لو سيكل، لو سيكل يعني الدورة، لو سيكل دولو، لو سيكل دولو دورة الماء. إذا افيك مي كاماراد جو رياليز ان بانو sur le cycle de l'eau. إذا مع رفقائي أنا أنشئ لوحة حول دورة الماء. Je cherche des images. Je cherche des images. أنا أبحث عن صور. Je découpe. أنا أقطع. Je colle. أنا ألصق. طبعا عندنا لو فيرب ديكوبي، عندنا هنا لو فيرب كولي. عندنا هنا لو فيرب ديكوبي، هنا عندنا لو فيرب كولي. Je dessine. أنا أرسم. C'est le verbe dessiner. ومن كلمة لوديسا، لوديسا يعني الرسم، ومن كلمة لوديسا يعني الرسم. جو ديسين أنا أرسم، إي جو بان، إي جو بان، وأنا أصبغ أو ألوين. إي جو بان، أنا أصبغ أو ألوين. ومن كلمة لابانتور يعني الصباغة. ثم عندنا فيفغ أنسومبل، فيفغ أنسومبل، العيش جماعة أو فلنعيش جماعة إلى غير ذلك كما قلنا فيما سبق. إذا نتكلم عن العيش جماعة في مجموعة. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Madanara. Bien sûr, nous allons faire une comparaison entre la première image et la deuxième. Et dans taban, ça n'a qu'on bimukarana, bien sûr, l'oula ou tenia. Si nous prenons la première image, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur la première image? Qu'est-ce qu'on voit sur la première image? Madanara, la sur l'oula. Yumkino l'kaoul, sur l'image de gauche, à la surat al-yassar, je vois une scène triste et sombre. Je vois une scène triste et sombre. أنا أرى مشهدا، أنا أرى مشهدا حزينا وقاتما. Une forêt dévorée par les incendies. إذا غابة ملتهمة من طرف الحرائق. Une forêt dévorée par les incendies. Une forêt dévorée par les incendies. غابة ملتهمة من طرف الحرائق. غابة تلتهمها الحرائق. Elle est désolée et abandonnée. Elle est désolée et abandonnée. ثم تركت موحشة ومهجورة. ثم تركت موحشة أو مقفرة et abandonnée ومهجورة. Et abandonnée ومهجورة. إذن elle est désolée et abandonnée. ثم تركت موحشة أو مقفرة et abandonnée ومهجورة.
Sur l'image de gauche, je vois une scène triste et sombre. Une forêt dévorée par les incendies est laissée désolée et abandonnée. Et qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième image? Sur la deuxième image, et contrairement à la première image, on voit la beauté de la nature, on voit des animaux, on voit des gens se promener et font des pique-niques. Sur la deuxième image, et contrairement à la première, on voit la beauté de la nature, on voit des animaux, on voit des gens se promener et font des pique-niques. À l'axe sur l'aula, sur la tenia, نرى أشخاص يتنزهون ويقومون بخرجات ثم نرى بعض الحيوانات طبعا نرى جمال الطبيعة كما نلاحظ طبعا هناك فرق شاسع بين الصورة الثانية والأولى الصورة الثانية أجمل الصورة الثانية أحسن تعطي للإنسان وللحيوان متنفسا في حياته طبعا في بعض الحالات وبخطأ بسيط بسبب اللامبالاة يرتكب بعض الأشخاص بعض الأخطاء التي تؤدي إلى حرائق جمة إذن فتؤدي إلى كل هذا الدمار إذن طبعا على الإنسان أن يحافظ على الطبيعة خاصة عندما يخرج إلى الغابة طبعا يحافظ على المنطقة من حيث الحرائق ثم يحافظ عليه من حيث النظافة إذن يمكن القول sur l'image de droite je vois une vue magnifique sur une belle forêt que les randonneurs visitent pour se divertir sur l'image de droite ou bien sur la deuxième image Je vois une vue magnifique sur une belle forêt que les randonneurs visitent pour se divertir. Sur l'image de droite, à la sourate al-yamin, je vois une vue magnifique. كما نقول انا ارى رؤيه جميله. Je vois une vue magnifique. Je vois une vue magnifique. انا ارى منظرا جميلا. Sur une belle forêt, حول غابه جميله, que les randonneurs, التي المتنزهون visitent. التي المتنزهون فيزيت يزورون pour se divertir للاستجمام التي يزورها المتنزهون للاستجمام التي يزورها المتنزهون للاستجمام إذن كما قلنا sur l'image de droite je vois une vue magnifique sur une belle forêt que les randonneurs visitent pour se divertir طبعا هذا فقط مثال يمكن أننا نكتب شيئا آخر في أسفل الصفحة عندنا جوغتيه أنا أستنبط أو أستخلص La forêt est importante La forêt est importante الغابة مهمة Pour la vie للحياة Pour la vie de l'homme لحياة الإنسان Pour la vie de l'homme لحياة الإنسان Et des animaux وللحيوانات المقصود هو لحياة الحيوانات Chacun de nous doit la protéger Chacun de nous doit la protéger كل منا doit عندنا الفيرب devoir doit يتوجب عليه la protéger حمايتها la protéger حمايتها إذن كما قلنا la forêt est importante la forêt est importante pour la vie de l'homme et des animaux chacun de nous doit la protéger chacun de nous doit la protéger إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله